مساكم الله بالخير بحلقة من حلقات برنامج اسأل القانون، واليوم حلقتنا مخصصة للرد على استفساراتكم وأسئلتكم القانونية. وخلونا نبلش على طول مع أول سؤال. أول سؤال يقول: أنا عندي جيران بالشقة المقابلة لي، ومن سكنت ولغاية اليوم ما يمر أسبوع من غير أصوات طق وسب بين الأب وبناته، وأخاف أبلغ وفق قانون العنف الأسري، وبنفس الوقت خايفة وما أدري شنو أسوي. حلو السؤال. خلونا نتفق على أن قانون العنف الأسري وقانون الطفل أيضا نص على سرية التبليغ. يعني إذا كان في أحد الأشخاص شهد جريمة من جرائم العنف الأسري أو جريمة من الجرائم التي تقام ضد الطفل، من حقه أن يبلغ، وبنفس الوقت يكفل القانون له سرية التبليغ وإن ما يكشف عن ماهية الشخص المبلغ. فبالتالي تقدرين تبلغين إذا كنتي شاكة، أو حتى ما نقول شك، إذا كنتي متأكدة إن في جريمة من جرائم العنف الأسري. سؤال أيضا يقول: أنا تقدمت بقضية عنف أسري ومشينا بالإجراءات، ولكن للأسف كل يوم أتعرض لضغوط قوية وتهديدات من الأهل بضرورة إني أتنازل عن شكواي، وأنا ما بي أتنازل. في هذه الحالة، وخاصة للأشخاص اللي يقدمون بلاغ ضد أحد قضايا العنف الأسري ويكون في خلينا نقول إكراه عليهم على أن هم يروحون يتنازلون عن هذه القضية، لازم ننوه أن في عقوبة ضد الأشخاص اللي يكرهون الشخص على التنازل. يعني إذا أنا كنت من الأشخاص اللي أكره الشخص اللي قدامي على أنه يتنازل عن بلاغ عنف أسري، هني هذا الفعل مجرم قانونا، في غرامة تحكم بين 100 دينار إلى 1000 دينار، وأيضا في أحكام بالحبس تصل من أسبوع ولغاية 6 شهور. فلذلك إذا أرغمت شخص على التنازل عن قضية فيها عنف أسري، راح تعرض للمساءلة القانونية اللي تصل فيها للحبس أو الغرامة أو بإحدى هاتين العقوبتين. سؤال يقول: أستاذة، أنا بصدد فتح معهد صحي نسائي، وأبي أحط كاميرات مراقبة صوب الريسبشن فقط، فهل هذا مسموح؟ لا طبعا، وفق القانون هذا أمر غير مسموح تماما. صالونات النسائية، المعاهد الصحية، مراكز العلاج الطبيعي، دورات المياه وغيرها أيضا من الأماكن، حظر القانون ونص صراحة على أن ممنوع أحد يحط كاميرات، وإن كان حتى على الريسبشن فقط ممنوع أن تسلط كاميرات أو توضع كاميرات في هذه الأماكن. فبالتالي تقدرين تفتحين معهد صحي نسائي أو حتى صالون، ولكن ما يحق لك قانونا أن تحطين كاميرات في هذه الأماكن. سؤال يقول: أنا صاحبي حاب يفتح مشروع، ولكن الرخصة راح تكون باسمي فقط، والمشروع مشروعه والربح له فقط، ولكن بنفس الوقت أبي أحمي نفسي، شلون؟ حلو حلو أن الشخص مثلا يساعد أحد من ربعه من أهله أنه هو يفتح لهم رخصة تجارية تكون باسمه، ويكون لهم الربح كامل وما ياخذ إلا مقابل تأجير الرخصة. فلذلك إحنا نحرص على كل الأشخاص، مو بس صاحب السؤال، إحنا نحرص على جميع الأشخاص. أنت حاب تفتح رخصة لشخص آخر، مهما كانت الثقة اللي بينك وبينه، احرص على أنك توقع عقد تأجير رخصة، بحيث أن المخالفات، المساءلات الجزائية، كل الأمور القانونية اللي تترتب على هذا المشروع تكون ما أنت مسائل فيها، وتخلي مسؤوليتك القانونية عنها. وبالتالي لو تم استدعائك في يوم من الأيام، تطلع عقد تأجير الرخصة وتثبت أن أنت مالك أي صلاحية في هذا المشروع، وأنت مؤجر، وأنت فقط مؤجر لهذه الرخصة. سؤال أيضا يقول: أستاذة، عندي سؤال. كل ما أروح عيادة أو أسوي إجراء طبي عند أي عيادة، يخلوني أوقع على ورقة إخلاء مسؤولية الطبيب والعيادة عن هالإجراء الطبي مهما كان بسيط، وأنا أوقع بس ما أدري هل هالورقة فعلا تخلي مسؤوليتهم تجاهي ولا لا. لا طبعا، هذه الورقة كلنا نوقع عليها، حتى إحنا كمحامين نوقع قبلكم عليها، لأن هي فعليا ما تخلي مسؤولية العيادة والطبيب عن الإجراء الطبي اللي سووه لنا، خاصة إذا كان متعلق بإجراءات تجميلية. فبالتالي المفروض أن هم يعطونك النتيجة اللي أنت تبحث عنها. فبالتالي توقيع هذه الورقة، واللي عادة ما يقدم الطبيب أو العيادة أمام سلطات التحقيق، نقول أن ما له أي قيمة قانونية، لأن إحنا بالنهاية نعرف هذه التبعات القانونية لهذا الإجراء، لكن المفروض
للعيادة وللطبيب أن هم يتخذون أقصى إجراءات الحرص في هذا الإجراء الطبي، وبالنهاية هذه الورقة ما لها أي قيمة قانونية. سؤال يقول: عندي نفقات متجمدة صار لها أكثر من 8 سنوات، فهل تسقط بالتقادم؟ حلو، يعني أنا اللي فهمته صار لك 8 سنوات ما حاولت تدفع أي مبلغ من النفقات المتجمدة هذه وصار لها أكثر من 8 سنوات. معلومة قانونية للكل، النفقات والأحكام اللي تصدر فيها مهما كان المبلغ المتجمد، مهما امتنعت عن سدادها، هذا النوع من النفقات لا يسقط بالتقادم، ولكن يسقط فقط بالأبراء. يعني أنا أقول له روح خلاص ما بي منك أي مبلغ، أو بالتنازل أروح للمحكمة وأتنازل عن كافة المبالغ المتجمدة، أو بالأداء أنك تروح وتتوجه لإدارة التنفيذ بالمحكمة وبالتالي تسدد جميع المبالغ اللي عليك. فهل التقادم يدخل في موضوع النفقات؟ مهما طالت المدة لا يقع فيها التقادم. مكملين معاكم بأسئلتكم القانونية لكن بعد الفاصل. المجتمع الناجح ما يخاف من عيوبه، ما يغطيها، ما ينشرها ولا يستحي منها. يواجهها، يسلط الضوء عليها، يناقشها ويلقى لها الحلول اللي تناسبها. الاعتراف بوجود خلل أول خطوة نحو تصحيحه. ماذا بعد؟ تشاهدونه في الأوقات التالية على تلفزيون دولة الكويت. ردينا من بعد الفاصل عشان نرد على كل أسئلتكم القانونية اللي توصلنا عبر منصات التواصل الاجتماعي، ونكمل مع أول سؤال من بعد الفاصل. يقول: أستاذة، عندي إقرار دين مذيل بالصيغة التنفيذية صادر من المحكمة لكن مو ناوي أستخدمه الحين، فهل يسقط حقي بالمطالبة؟ جميع الأشخاص اللي عندهم إقرارات دين تقدر تنفذ بأي وقت أنت تبي، ولكن هل في مدة صلاحية لإقرار الدين هذا؟ إيه نعم، عندك 15 سنة من تاريخ تحرير إقرار الدين عشان ما يسقط بالتقادم، فبالتالي يحق لك خلال 15 سنة هذه من تاريخ تحريره أنك تلجأ للمحكمة والطالب بحقك من خلال إقرار الدين هذا. السؤال اللي بعده يقول: أنا طليقي مسجون وراحت بنتي تسلم على أهل أبوها لكن رافضين إلى اليوم يردونها، ويقولون أنها لسانها طويل ومو متربية عدل، وبيرفعون دعوة إسقاط حضانة ضدي ومو قادرة أخذها منهم، فشنو أقدر أسوي عشان أسترد بنتي؟ الإجابة على هذا السؤال أنك تقدرين توجهين للمخفر تسجلين ضدهم دعوة خطف، لأن أنت سلمتي البنت على أساس هي تروح تزور وما إلى ذلك من أمور، لكن المفروض أنهم يمكنونها من العودة لتشكونتش الحاضنة. بالتالي هذا الكلام إحنا نوجهه لكافة الأشخاص، نقول لهم حتى الأب إذا امتنع عن إرجاع الأطفال المحظونين لوالدتهم بعد انتهاء موعد الرؤية أيضا يسجل ضد الأب، رغم أن أب الأطفال إلا أن تسجل ضد دعوة خطف. بحكم أن أبوها مسجون وأهل الأب هم اللي رافضين يردونها، ففعليا تقدرين توجهين للمخفر وتسجلين دعوة خطف، وبالتالي تتخذ السلطات في الكويت إجراءاتها القانونية ضدهم. سؤال يقول: أستاذة، أنا كنت عايشة مع زوجي أجمل 20 سنة في حياتنا، ما يسب ولا يطق ولا مقصر علي لا أنا ولا عياله ماديا، لكن الصدمة رغم كل هالهدوء بالعلاقة إنه راح وتزوج زوجة ثانية، وأنا الحين أبي أتطلق لزواجه علي، فهل يحكم لي القاضي بالطلاق؟ حلو الكلام، ما يطق، ما يسب، حسن العشرة، عيب الوحيد تزوج، هل القاضي راح يطلقني؟ لا طبعا ما راح يطلق، لأن التعدد مو من الأسباب اللي يأخذ فيها القضاء لتطليق الزوجة. يعني إذا كان الزوج بعد زواجه مقتدر ماديا
قاعد يعدل بين البيتين، ما قصر ومستمر في حسن العلاقة وحسن العشرة معك، ما يحق لك تطلقين فقط لأن تزوج بأخرى، ممكن تطلقين لأي سبب آخر، ولكن ليس من هذه الأسباب التعدد أو حتى زواجه بأخرى. في سؤال يقول: أستاذة، أنا زوجتي ذبحتني بالقضايا، قضية الطلاق للحين في بدايتها، ويوم رحت المحامي أسئلة شنو أقدر أسوي عشان أأذيها نفس ما أذتني، قال لي أرفع عليها دعوة بيت الطاعة مع العلم أني ما أبيها. حلو الكلام. هل أنت الحين بحكم أن المحامي قال لك أرفع عليها دعوة بيت طاعة عشان تأذيها فقط، هل هذه إجابة قانونية صحيحة؟ لا طبعا، بيت الطاعة معناته أنت تبيها، أنت موفر لها البيت اللي فيه كل احتياجات الأسرة، اللي يغطي احتياجاتها واحتياجات عيالك منها، فبالتالي هل بيت الطاعة من القضايا اللي إحنا نقول مثلا للزوج روح ارفعها؟ لا طبعا، إذا أنت ما تبيها قضية خسرانة، وكل اللي راح تاخذه حكم خلينا نقول حبر على ورق، فبالتالي إذا أنت منت قابل أنك تعيش معاها لا ترفع دعوة بيت الطاعة، لأن أنت هني تعطل المحكمة وتعطل نفسك وتدفع التزامات إضافية مادية أنت المفروض كنت تستغلها في موضوع نفقات، في موضوع آخر، لكن أكيد مو من ضمنها دعوة بيت الطاعة إذا أنت كنت ما تبيها أو حتى مو موفر سكن زوجية مناسب لمعيشتكم. سؤال يقول: أستاذة، أنا سيدة أرملة، عمري 54 سنة، تقدم لي شخص أرمل نفس وضعي وأبي أزوج نفسي وفق المذهب السني، فهل أقدر أزوج نفسي؟ لو ما كنتي 54 سنة، لو كان عمرك 85 سنة، لا تستطيع البنت تزويج نفسها في القانون السني إلا بوجود ولي. فهل السن يفرق؟ هل الوضع الاجتماعي أرملة متزوجة غير متزوجة هل يفرق في القانون؟ لا طبعا، مهما كان سن السيدة وفق القانون لا تستطيع تزويج نفسها إلا بولي. كانت هذه أسئلتنا القانونية لليوم، إن شاء الله نلتقيكم في حلقات أخرى من برنامج اسأل القانون.